ايوه عايز ميه. انا جاي ارويك عطشان اسقيك. تعالى يا سليم. المره اللي فاتت ثوانش فلت مني، لكن المره دي ما يصحش ترضعني. شاهد على روحك يا ونش. شاهد. لا 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 شاهد يا محمد رسول الله. اثبت مكانك. نزل سلاحك. الله 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 الله، ده انا جاي اطمن عليك. احنا وراك من الاول يا سليم وعارفين كل حاجه. ورايا يعني ايه؟ انا اللي بلغت عنك يا نن عين راجيه. استلقي بقى وعدك يا حلو. انت يا راجيه؟ قلت لك راجيه البصراوي مش هتسيب حقها. ويلا اهي بكلمه الخساير، على قالك سب حريتي لما اتشرف على البرج. يا ابيض خدوه. لا 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 انا ما بتنساكش كده، في تعامل خاص معايا لو سمحت. الاداء يعني انا هتكلم في حاجه. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. بناءً على ما ورد إلينا من تحريات لتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة الشهود، فقد تم إثبات وقوع حادثة المتهم حسن الونش في تمام الساعة 1:41 صباحاً من تاريخ الواقعة، بينما تم إثبات وقوع حادثة المجني عليها كاميليا الشناوي في تمام الساعة 2:00 من تاريخه. وقد قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم حسن الونش بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، وعلى المباحث البحث والتحري في واقعة القتل وعرضها على النيابة في حينه.